هنيئا للمنتخب المغربي بتفوق على منتخب كينيا بثلاثة اهداف لصفر. ربما من خلال المباراة شفنا فريق اخر، شفنا عطاء اخر من فريق المنتخب الوطني خلال الجولة الثانية. تنظن بان المنتخب المغربي كان في المستوى في الشوط الاول، وكنا نحسموا المباراه في الشوط الاول نظرا لعده الكثير من الفرص اللي جاوا، واني نقدر نقول شويه ديال التسرع او سوء الحظ ما ساعدناش. المنتخب المغربي كان هذه الحصه اللي جات زعما كان سجل في الشوط الاول، لكن كما قلت شويه ديال التسرع او الحظ ما كاينش. في الشوط الثاني بان بعد واحد الفتور على بعض اللاعبين وبالاخص اللاعبين من الركائز، لهذا بالنسبه لي درت بعد التغييرات اللي كانت كيخصها تعطي واحد الدفعه واحد الجهد بالنسبه للفريق. وفعلا المنتخب المغربي مسجل الاصابه الاولى، فالمنتخب الكيني اللي خرج من القوقعه تاعو فجاو فراش سجل اهداف اخرين، وكان بامكاننا نسجلوا الاصابات اخرى. على العموم فتنظن الاداء ديال الشوط الثاني كان شويه بهات، ولكن النتيجه والعطاء ديال اللاعبين والرغبه فهو الاهم. ربما اكيد انا خلاصه من معسكر مراكش خديتها كناخب وطني، ربما معسكر جاي معسكر مدينه اكادير. وحنا الان باقي النظام ديالنا باقي محترمينه، فعندنا مباريات اخرى امام كل من البينا وكذلك من الزيمبابوي، جوج منتخبات اللي كنعرفوهم وكنعرفو الان في افريقيا، ما بقاش شي منتخب اللي هو صغير. وتنظن بان المنتخب المغربي الان قاطع غادي بخطوات ثابته، وكذلك ما ننساوش بان هناك اربعه ولا خمسه ديال اللاعبين من الركائز اللي ما حضروش، منهم منير العبادي، احمدي، شماقه، تنظن اللائحه كاين واحد سته ولا سبعه، وهادو في حد ذاتهم الوجود تاعهم داخل المجموعه فيعطوا واحد الاضافه للمنتخب. شكرا بدر زكا ناخب الوطني. عوده الى استديوهات قناه الرياضيه بمدينه الدار.